الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير المناطق العشوائية بجميع المحافظات لتوفير حياة كريمة لسكانها. الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على الآفاق المستقبلية للصناعة المتمثلة في المركبات الكهربائية. وزيرة الصحة تؤكد جاهزية مستشفى الإخلاء والعيادات الخارجية بمناطق الحجر الصحي. الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصة في قطاعات تطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعي وتطوير القاهرة التاريخية، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع في أنحاء الجمهورية، فضلا عن شبكة محطات معالجة المياه في المحافظات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوة بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار. كما وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الخطوات التنفيذية وتطور الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المرافق الرئيسية ومنطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية المختلفة. كما تم التطرق إلى المخطط التنموي الاستراتيجي لجميع قطاعات ومحاور الساحل الشمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي لمدينتي رأس الحكمة الجديدة والسويس الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة كالمدينة التراثية والأكاديمية العربية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الكهرباء والإنتاج الحربي والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لمتابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة والسيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر، مع التركيز على مستقبل صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية. وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة المتمثلة في المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، وكذلك أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد،
بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، أخذا في الاعتبار شق العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي. وقد تناول الاجتماع استعراض كافة الجوانب التصنيعية والمالية والتجارية لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، وكذلك التحديات المختلفة ذات الصلة، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال استخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء للسيارات كوقود متوفر محلياً واقتصادي ونظيف. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في قطاعات المياه، سواء تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحية، بالإضافة إلى النقل أو التعليم والصحة. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون مع البنك الذي يعد أحد شركاء مصر الاستراتيجيين في التنمية منذ عام 1979، مشيرا إلى أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محفظة التمويل الحالية. وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع فلافيا بلانزا مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي. تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مساء الأمس استعدادات نهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد للمصريين القادمين من دولة الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد بها. ختاما، كان هذا موجز الواحدة ظهرا من تلفزيون النهار. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.